حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قال قصة. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني الحسين بن بشر، حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة
عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. حدثنا هناد، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني علي بن الحكم، حدثني أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة الجهني يكنى أبا مريم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. قال:
وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس. قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب. أحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها علي فيكم. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة
نحوه، وقال شقيصا. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. حدثنا الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. قال أبو عيسى: وتفسير الرقبة أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما،
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قالا: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي صالح وأخو سهيل بن أبي صالح لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث وكيع. قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقالا: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم
وإن أولادكم من كسبكم. قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح، اسم أبي داود عمر بن سعد. حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق: البلوغ 3 منازل: بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات، يعني العانة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. قال: وفي الباب عن قرة المزني. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن غريب، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه، وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسخون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال زبير: والله إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق 6 أعبد له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد 1/3 ويستسعى في 2/3 قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي، وهو غير أبي قلابة، ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولا نفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله،
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري، حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى الواحد، قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوى بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوى بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. قال وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار. واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. وقال: الجار أحق بسقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وليس فيه عن ابن عباس. وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا، ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة. وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش. وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأراضين، ولم ير الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء، والأول أصح. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، أخبرنا الضحاك بن عثمان، حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا، قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فأخذته، قالا دعه، فقلت لا أدعه تأكله السباع، لآخذنه فلأستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا، فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، وقال احص عدتها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا. قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عون بن عوف المزني وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا الأنصاري عن معن قال: أخبرنا مالك بن أنس. وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يقول: هدر لا دية فيه. قال أبو عيسى: ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم، قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار، يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر، إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد في دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه، عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقد قال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح. قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله: وليس لعرق ظالم حق، فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره. وقال: هو ذاك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي، حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. حدثنا ابن أبي عمرو، حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه، المأرب ناحية من اليمن. قال: وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر. قال أبو عيسى:
حديث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرث غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهما.